اللي أمامكم هذا هو جمار النخل، وهو اللي يطلع منها الطالع واللي يتكون والجريد زي ما أنتم شايفين، وسأشرحها معكم وكيف أن هذا الجمار يحتاج إلى غذاء حتى يكون الطلع قوي والثمار. الطلع داخل جمار النخيل الآن، بعد أسبوعين ثلاثة تشوفونه يبين يطلع برا. هذا هو الجنين، شفتوا الجنين؟ شفتوا الجنين؟ سبحان الله العظيم، هذا هو الجنين، وهذا لذيذ جدا. شوفوا 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 الشماريخ وهي صغيرة، هذه وهي صغيرة. الطلع هذا يحتاج إلى غذاء، لأنه جنين في بطن أمه الآن. سبحان الله، النخلة مثل الإنسان. غذاء إيش؟ التسميد المميز والري المميز والمتابعة والعناية حتى الجنين هذا ينمو. نكتشف شو اللي داخل الجمار الآن. الآن هذا أصل الجديد زي ما أنتم شايفين، وفي جنين صغير أصغر من ذاك. شوفوه، شفتوه؟ ها هذا صغير، وسيكون ألذ أيضا في أكل، في الأكل. ما شاء الله تبارك الله. وهكذا يكبر ذاك ثم ذي يكبر، هذا يتحول إلى ليف، وهذا يتحول إلى جريد، وهكذا. هذا الليف، هذا أصل الليف، وفي واحد أصغر أيضا جنين، وهكذا. شوفوا 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 هنا، قربوا قربوا هنا، شوفوا هذا أصغر منه وهذا أصغر. وصلنا إلى القلب، هذا قلب الجمار، ما شاء الله تبارك الله. وهذا أصل الجريد، وهذا أصل الخوص. شفت الخوص وهو في بداية نموه وهو جنين، هذا رأس النخلة. إذا انقطع انتهت حياته كالإنسان، إذا انقطع رأسه انتهت حياته. هذا بداية نمو البلح التمر، شوفوا كيف الشماريخ وبداية نموه.